عندنا ازاي؟ اصحاب الانف اللي هو انف مستقيم وطويل، تمام، دول بيبقى عندهم حاسه سادسه. عندنا الرجاله بيبقى الحواجب دي، نيجي نبص من الجنب كده نلاقي الحواجب دي داخله لقدام والجبهه دي راجعه لورا كده، تمام، مع مساحه كبيره، يعني لازم يبقى فيه جبهه كبيره. اما الناس اللي هي جبهتهم صغيره دي دولت ما عندهمش القدره. يعني ان شاء الله يا دكتور حاجة مفيدة، يعني ما هتضرني ان شاء الله قدام، لا، هو يعني سليمة الحمد لله. كل حاجة إيجابية لها حاجة سلبية، يعني ايش الحاجة السلبية؟ شوف، الحاجة كل السلبية اني انا بس اخد، ما يعني هو تأخرت شوية مثلا. من عيوبها إن أنت بتاخدي وقت كبير جدا في التفكير، يعني لو قلت لك قرار دلوقتي فأنت ممكن ما تاخديش قرار دلوقتي، تقولي استنى ما أفكر، فدي بتأخرك شوية، بتضيع منك فرص، تمام. لا، بخدتني حذرة أكثر صراحة. أنا كنت ما زمان هي ماني بتخليك حذرة، يعني اندفاعية كنت. حذرة ومتأنية وبطيئة، وهتلاقي عندك خط الحاجب ده، لو جيت خط كده زي خط النضارة ده هتلاقي طرف الأذن عندك، يعني عندنا لو طرف الأذن هتبص تلاقيه قدام الحاجب، هتلاقيه عندك نزل شوية، ايوه صح، بشوفها في المراية. ايوه صح صح ايوه صح دي بتعطلك شوية في الإنجاز. ف اتعلمي بقى السرعة، يعني تفكري في حاجة هتفكري فيها دلوقتي ما ينفعش ان انت تفكري فيها تاني. يعني انا بقول لك هنروح بكرة مشوار، فانت هتديني القرار النهاردة ان احنا هنروح بكرة مشوار، انت بقى بتفكري بكرة هنروح مشوار، بتنتظري من دلوقتي لحد بكرة، لا بتعرفي تنامي وقلقانة طول الليل ومستنية النهار يطلع عشان تروح المشوار. دي برضه حاجات سلبية في بسبب الافكار الكتير اللي عندك، فانت فكري في حاجة ونسيها، ما ترجعيش تاني ليها، لان دي بتعمل مشاكل فيما بعد كده، بتسببك لعملية تردد، فالشخصية بتبدأ تتهز شوية بسبب ايه؟ مش بسبب قلة الثقة، لا الثقة موجودة، لكن يا دكتور، هو في حدة ده التردد اني انا اخرج، هذا ما عندي مشكلة، بس اني انا عندي في، يعني شوف، انا احزم في مواضيع، خلاص اقول هذا الانسان انا ما حكلمه، وهذا الشخص انا ما راح اتعامل معاه تاني، بعدين يجي ده الشخص يعاملني معاملة كويسة، اقوم اقول لا هو طيب، بعدين اكل على راسي، فاهم؟ هذه اللي شوية، يعني انا شوية يبغى هو لي ده اكون بقى فيها حزم، يعني اما انه في خرجة ودخلة لا ما عندي مشكلة، اروح واسوي انجز ما عندي مشكلة، لا، بس انا انا هدي لك قصدي مع مثال، الاشخاص. انا مش ايوه انا قصدي مع كده، انا الاشخاص، هدي لك مثال. ايوه انا انت مع الاشخاص. بتخرجي بره وتمشي كتير وتعرفي الناس، هتلاقي عندك ما عندكيش زاويه زي دي، اللي هي تلاقي لا انا بقى الشعر ما جاي عندي، ما تلفه، عندي، ما عندكيش الزاويه دي، ايوه فانت لا عادي بخرج تخرجي واروح. وتفتحي كده. بس انه الموضوع اني انا دحين انا، يعني انا احكم أنا مثلا في شخص قدامي وانا اعرف ده الشخص ما هو مناسب ليا او ما هو كويس، واجزم خلاص اني ما حقطع، بس اول ما يتصل مدري ايه اقوم يعني اقول رديش يعني حيصير، وبعدين اكل على راسي، وبعدين اقوم ازعل بيني وبين نفسي، اقول خلاص انا اخذت قرار، المفروض الشخص ابعد عنه، فهمت؟ انسى كده، هذا هو قصدي، هذا هو التردد شوي. طالما انت عارفه النهايه، انا بقول لك ان انت بتقدري تميزي النهايات، فدي ايوه برضو تستغليها. انت قصدك خلاص بدل انا عارفه النهايه اقفل الموضوع من بدري، صح؟ ما اتردد فيه. ما تترددش فيه، خدي قرار ايوه ما صحيح. ترجعش تفكر فيه. يعني ايه؟ انا خدت موقف من مصطفى وما عدتش اكلمه، فخلاص انا خدت موقف مش راجع فيه تاني. حياتك بتبقى هادية أكتر، بتبقى ما فيش مشاكل بقى. قرار نهائي إن أنا داخليا أنا طاقة الشخص اللي قدامي دي مش مريحاني، صح. فهنا الناس اللي زيك أنت، تمام، الموقف الأول ده ده اللي صاحب القرار، فأنت هنا لما صح تاخد الموقف ده ما ترجعش فيه لأن هو صح، ايوه صح، تمام، كلامك فما جدا يرجعش ان سليم. احنا نفكر فيه تاني، لان احنا لو رجعنا نفكر فيه تاني هناخد على دماغنا، صح كلامك تمام. فعلا، الا والله والله الله يسعد قلبك، صح. طيب في حاجة كمان تانية حاصلة، انه في ناس كتير تتهمني انه انا من اجتماعية، انا اجتماعية وحب الناس، بس الناس ما تفهم اني انا لما اجلس في بين حشد ناس مرة كتير ترى انا احس بطاقتهم، احس بتعب،
احس كده، احس في كانه في شيء خلاص، يعني في طاقه مي طبيعيه، فانا جلس اتضايق، فتلاقيني اخرج من المكان، يعني فاهم، احس بكتمه، لانه احس من هنا ومن هنا ومن هنا خلاص ابدا، يعني ايش ده، ماني قادره، ينفق طاقتي، يعني انا شخص واحد اثنين اتحملهم يعني يلا خلاص بسرعه ابغى اخلص وامشي، يعني فاهم، بس هم ما هم فاهمين. كده كده ان انت يعني انت عندك قدره جميله ممتازه واي حد يتمناها على فكره، بس لو عارف قيمتها ايه. فانت هنا بتعرضي نفسك ان انت تمتص الطاقه السلبيه من الاخرين. فاحنا عايزين نحافظ على طاقه جسمنا، اللي هو ايه؟ اللي هو مصطفى عنده مشكله، انا ماليش دعوه خالص بالمشكله دي، لو انا هقدر اساعده ماشي، انما اقعد بقى واقول ايه حرام ومسكين، واخد بقى الزعل اللي عنده وادخله في جسمي، يسبب لي بقى هنا الهرمونات الخبيثه بتدمر في الجسم، بتاكل الجسم اكل، لدرجه انها في جزء في الدماغ من ورا من هنا ده ممكن إن بسبب الافكار الخبيثه دي الجزء ده يخلينا ندخل في هلاوس وتخيلات وامراض نفسيه ومشاكل، لدرجه ان احنا ممكن نتجنن كليا. دي بسبب الافكار الخبيثه. لا 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 يا دكتور، انا قصدي انه الناس قبل لا تتكلم، يعني انا مثلا الحين لما يجي يمر علي مثلا في التلفزيون او في السوشيال ميديا مرض او اي حاجه، انا تلاقيني اقلب، ما احب يعني ما احب تمام، حلو كده افصل كده في صح. المرض، انا كده ما صح. احب، انا لاحظت نفسي انه ده الشيء لما كنت اول اشوفه احس بضيقه، فقلت لا، اول ما صرت اشيله وما ادقق فيه ما اركز زي ما انت قلت، ما صرت اتضايق بصراحه، انا اتكلم تمام. اجلس مع الناس حتى لو ما تكلموا احس بطاقه، انا اتكلم اني اجلس مع ناس مجموعه كبيره بس لسه هم ما تكلموا، احس اني انا احس بكتمه، يعني لانه احس في ناس كويسه في تمام. ناس مواده، فتلاقيني ابغى اخرج من المكان كله، في ناس تمام صارت حلو. تتهمني انا اقول مني لك اجتماعيه، انا قلت لهم لا انا بتعب، انتم ما تحسوا، احس بحاجه فيها تعب في جسدي، فاهم، فاقوم لما اروح ويعني وبعض الاحيان تلاقيني اتوضى، تلاقيني على طول دائما اتذكر على طول دي الاشياء عشان ما احس بدي التعب، فهمت. تمام، هقول لك انا الموضوع بيجي ازاي. في حاجة اسمها عالمك الداخلي يؤثر على عالمك الخارجي، وعالمك الخارجي يؤثر على عالمك الداخلي. يعني انا من الاشخاص اللي انا لو عديت على واحد عنده اكتئاب بيني وبينه مسافة 4 متر بشم ريحة وبعرف ان هو عنده اكتئاب، اول ما ابص في وشه بلاقيه فعلا عنده اكتئاب من ريحته. فهمتيها؟ فالعالم ايوه، الخارجي بيأثر على عالمنا الداخلي، وعالمنا الداخلي طب انا بيأثر على ابغى ده عالمنا الشيء ما الخارجي. ياثر عليا، كيف ايش اعمل عشان الناس صارت تتضايق اني انا بسحب، بس هم ما محسين باني انا بنزعج، انا مزعوجه، فاهم، قولي لي تاني. يعني انا ابغى اسوي دحين زي ما قلت لك، لما اشوف مرض او اشوف احد يتكلم عن مرض او في الراديو او شيء بغير المحطه، بغير القناه، فاهم، تمام. بغير الموضوع ده، خلاص انا كده لقيت نفسي اني ارتاح، بس انا اتكلم لما بخرج بين الناس وزي كده، لما انا امتص او احس بطاقه ما هي كويسه، فتلاقيني انا على طول غيرت المكان، غيرت المحل، فالناس تزعل تقول انه تحسبني اني انا متكبره، او يعني ليش انا ما بكمل معاهم، بس انا اكون مزعوجه، هم محسين اني انا مزعوجه بس انا ما اقول لهم، فاهم، هقول لك انا بترك المكان وبروح. في 2012 انا كنت شغال في الاعلام، كنت اعلامي. تمام، الايميل بتاعي عليه ما يقارب 2500 واحد شغالين في الصحافة والاعلام، طول النهار اخبار يعني كلها ذبح وقتل وسرقة ونهب، افكار كلها سلبية، لدرجة ان انا لما كنت اطلع اصور تقرير الاقي واحدة مظلومة، واحدة مش عارف ايه، واحد انضحك عليه، واحد عنده مشكلة، واحد مش لاقي ياكل، واحد اترمى في الشارع. فكل المشاكل دي كانت بتصادفنا ايام ما كنت شغال في الاعلام، فكانت بتسبب لي انا الام داخلية، كنت بتأثر بطاقة الناس دي. طيب انا عملت ايه بقى؟ انا عملت لي ايميل تاني وسبت الصحافة في 2017، سبتها نهائي بسبب الحاجات دي، سبتها نهائي، وعملت ايميل تاني وسبت اصدقائي زي ما هم، وما عدتش ببص، لا ضفت صحفي ولا اعلامي ولا واحد بينشر طاقة سلبية ولا واحد بينشر منشور سلبي، لا انا كل اصدقائي اللي في الايميل الجديد ما يعادل 400 شخص.
طيب ال 400 شخص دولت كلهم ناس بتدي طاقة، ناس بقى بتتكلم على الطاقة، بتتكلم على العلم، بتتكلم على الثقافات، ما بتدينيش طاقة سلبية. فأنا خدت نفسي بعدت عنهم خالص، لأن أنا كان وشي كله بقى سواد، بقع سودة من هنا من الحزن على الناس. فلما دخلت بقى اتعمقت في علم النفس وعلم الفراسة والحاجات دي، أدركت إن كل واحد المفروض يبقى عنده وعي إن هو يتعامل مع الآخرين بإن الآخرين هم السبب في مشاكلهم، وأنا مش مفروض مني إن أنا أساعد حد، تمام؟ ومش مطلوب من حد إن هو يساعدني. قشطة كده؟ قشطة. يعني أنا العالم ده كله مش مفروض على كائن واحد في العالم ده إن هو يقدم لي مساعدة، لأن أنا شخص ما عنديش إعاقة، ما عنديش أمراض، قوة عقل كويسة. فهنا لو أنا بقى استنيت إن حد يساعدني، فأنا كده إيه، قوة العقل عندي مش كويسة. فنبدأ بقى ندخل في إيه، في مشاكل نفسية واكتئاب وتردد، شعور بالحرمان، شعور بالألم، شعور بالحزن، الحاجات دي كلها، ده كله بيتم من خلال 3 خطوات بيتموا في عقلنا. هقول لك إزاي. انا تليفوني طيب ماشي، لسه في بدري، بحسب هيفصل. الافكار هنا بتيجي، الفكرة بتدخل على الدماغ بشكل افتراضي، فرض نفسها علينا، لان انا ما اقدرش اتحكم في الفكرة اللي داخل عليا. يعني انا قاعد كده وبعدين خطر في بالي واحد صاحبي من 10 سنين، هل انا اقدر امنع فكرة ان الشخص ده، ان انا امنع الفكره دي ما تجيليش؟ مستحيل. تمام. طيب صح طبعا. افتكرت الشخص ده وكان عامل معاه موقف سلبي، واول ما هفكر دلوقتي هيجيلي بقى، هوريكي طريقه الافكار بتيجي ازاي وازاي نوقفها. عندنا اول حاجه بيجي فكره، بعد الفكره بيدخل عندنا حاجه اسمها الشعور، بعد الشعور بيدخل معانا حاجه اسمها الاحساس. طيب يعني ايه فكرة ويعني ايه شعور ويعني ايه احساس؟ فكرة اللي هو موضوع بفكر فيه، تعمقت فيه، بعدين سبب لي طاقة سلبية، مشاعر يعني. فانا شعرت بايه؟ بان انا واحد ضحك عليا. فهدخل بقى بتنقل من المرحلة دي لمرحلة تانية اسمها الاحساس، اللي هي انا خلاص انا هبكي من الغيظ اللي الشخص ده عمله فيا. فبيبدأ ان انا يتفرز عندي هرمونات خبيثة تعرضني للاكتئاب، تعرضني للقلق، تعرضني لسوء المزاج، حاجات كتير كده، تركيبة كده هرمونات في جسمنا، زي اللي هو لحظات النشوة ولحظات الحب ولحظات كل الحاجات دي فكرة. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ بعد كده ان انا عايز ان انا مفكرش في الفكرة دي تاني، لانها تجيلي فعقل الباطن هو مصمم ومجهز كليا ان هو ياخد المعلومات المكررة. يعني انا قلت معلومة فيها حاجة سلبية، فواحد تاني قال معلومة نفس المعلومة، فهو خد المعلومة دي وحطها في الذاكرة عندي. فاجي اتكلم مع واحد او يجي لي فكرة من نفس النهج، ابدأ ان انا افكر، فيديني عقل الباطن يديني صور بشكل لاواعي من العقل اللاواعي، العقل الباطن هيسلم صور للعقل اللاواعي بشكل افتراضي فرض عليا يعني، تمام؟ فابدا ان انا اتذكر الالام والوجع واربط موقف بشبه موقف كده. فالمفروض ان احنا بنعمل ديليت لكل الاحزان اللي عندنا عشان نعيش في روعه بقى للحياه، حياه جميله، حياه قصيره زي عمر الزهره، فما يستحقش ان احنا نضيعها في حزن والم وقلق ووجع ومشاكل وكده. اذا فهمنا النقطة دي فنقدر ان احنا نعيش بسعادة. طيب احنا عايزين نتوقف بقى دلوقتي على الفكرة اللي هي جاية افتراضية على دماغي.